من الأخبار اللي حصلت امبارح هنروح مع حضراتكم للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. بداية النهاردة وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان حق الوطن والتضحية في سبيله. النهاردة هيكون في عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية في معرض الكتاب، منهم مؤتمر انتصار الهوية الساعة 1:30 الظهر ولقاء مع الكاتب الكبير حسين محمود الساعة 7:30 بالليل. ورياضيا النهاردة فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون هيواجه فريق سيراميكا كيلوباترا في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة الساعة 5 مساء بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.